السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. مشاهدينا، نستمع إلى مشاركاتكم وتعليقاتكم وآرائكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تتيح لكم المشاركة عبر رسائلكم النصية والتي تقدمها لكم قناة الرافدين. مشاهدينا، سيكون الموضوع لهذه الحلقة اليوم بإذن الله عن قضية المعتقلين وقضية الإعدامات التي تنفذ في العراق. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود. بعد عمري راتك، ما اريد من الله ومنكم غير تطلعون ولادي. اريد ولدنا، كل شيء ما اريد منكم غير سلامتكم وهي لكم. والله يا وليدي بعد عمري شايف وجهك، شايف الخير يا امي. وينان اريدهم يا ابو ولاد، وين ادورهم يا ابويا؟ والله اثنين مرغم مني يا عيني يا ابو. وين انا ضليت واخذ الدعوه مالي يا اخذ بس امه يا ابو. اريد يجيبوني يا ابو، يدوروني يا ابو، يرجعوني يا ابو، بس بالدنيا ايش اريد منهم؟ مسجونين ما يخالف محجوزين. شباب مثلك جهاد بغدهم يا ابوي والله. صار من التجر، وين اروح؟ وين احط وجهي؟ لمن احط وجهي؟ هاي الرحاليه مهجومه، كل شيء ما فيها. جينا هنا بكم شامينا للغامرين خجل على الرزازه. يعطيكم العافيه وليدي بعد عمري، اني كنت وصل صوتي وين ما كانت وصلت. الطالب اللي فيهم يا عيوني يابا، ولادي يابا، جنين قلبي يابا، ما لي غيرهم يا بي يابا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. كما ذكرنا في البداية، اليوم سيكون الموضوع عن قضية الإعدامات التي تنفذ في العراق وقضية المعتقلين وما يعانونه من محاكمات غير عادلة. طيب، بالبداية، كشفت وزارة العدل في بيان لها عن وجود 64 مرسوما جمهوريا بإعدام مدانين بما أسمته قضايا إرهاب. ونقل البيان عن وزير العدل حيدر الزاملي أن مجموع المراسيم الجمهورية فيما يخص المدانين بأحكام قانون مكافحة الإرهاب غير المنفذة حتى الآن هي 64 أو 64 مرسوما. وكذلك طبعا هذا البيان هو لاستمرارية تنفيذ أحكام الإعدام. حكومة العبادي أعلنت عن تنفيذ حكم الإعدام بحق 12 شخصا بعد إدانتهم بتهم الإرهاب في سجن الناصرية المركزي المعروف باسم سجن الحوت. مكتب العبادي قال إن الأخيرة أمر بتنفيذ أحكام الإعدام فورا بحق عدد من المحكومين، ليرتفع بذلك عدد من أعدموا خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 26 شخصا. طبعا هذا الموضوع، قضية تنفيذ الأحكام الإعدام بالفترة التي مضت، هي جاءت ردا على قضية الاختطاف التي تمت على طريق بغداد كركوك، والتي نفذت على يد تنظيم الدولة، والتي روج لها بشكل طائفي في العراق بأن هؤلاء هم شيعة وتم الاعتداء عليهم وتم خطفهم وتم قتلهم. وبالتالي جاءت هذه الأحكام كما قال متابعون للشأن العراقي طبعا ومراقبون، قالوا بأن هذه الخطوة التي اتخذتها حكومة العبادي جاءت بنوع أو كنوع من الثأر تجاه ما يحدث. وعندما نتحدث عن الثأر، طبعا نستشهد بتقرير نشرته هيومن رايتس ووتش، منظمة هيومن رايتس ووتش، عن قضية الإعدامات في العراق. التقرير كان في عام 2017 أو 2016، حمل عنوان الإعدامات في العراق عدالة كاذبة لمذبحة سبايكر. طبعا البيان أو التقرير للمنظمة ذكرت به نقاط كثيرة مهمة للغاية.
في البداية ذكرت المنظمة قد تكون قوات الأمن العراقية تحرز انتصارات على تنظيم الدولة الإسلامية داعش، لكن إعدام 36 رجلا الأحد بعد محاكمة غير عادلة قوض معركة إحلال العدالة بشكل خطير. أيضا ذكرت المحاكمات العادلة ضرورية للجميع، فهي تظهر أن مجرمي داعش ستتم محاسبتهم وتداوي جروح ضحايا التنظيم، لكن كيف يؤمن أي من الأطراف بالقضاء العراقي في ظل محاكمة بهذه الأهمية تنتهك العديد من الإجراءات القضائية؟ طبعا سنكمل الحديث بتقرير منظمة Human Rights Watch الذي ذكرته بهذا الصدد فيما بعد عفوا، ولكن ننتقل إلى منظمة أكثر أهمية ومنظمة دولية، هي منظمة الأمم المتحدة، تحديدا المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بتاريخ 15 من ديسمبر عام 2017 خرجت المنظمة ببيان طالبت فيه من العراق بوقف إصدار فوري لعقوبة الإعدام، وأكدت أن تنفيذ هذه العقوبة في 38 شخصا أدينوا بالإرهاب سبب صدمة عميقة لها. الناطقة باسم المفوضية في مؤتمر صحفي في وقتها قالت: أصبنا بصدمة عميقة وروعنا بالإعدام الجماعي ل 38 رجلا في سجن الناصرية جنوب العراق. طبعا النقطة المهمة في حديث منظمة الأمم المتحدة أن المنظمة أحصت في عام 2017 106 حالات إعدام نفذت في نفس العام في عام 2016، وذكرت أن في يوم واحد من أيلول سبتمبر نفذت عقوبة الإعدام في 42 شخصا شنقا في نفس اليوم. طبعا أيضا تابعت: نظرا لما يشوب النظام القضائي العراقي من عيوب، يبدو أيضا أن هناك شكوكا كبيرة في وجود ضمانات لمحاكمات عادلة في 38 قضية. يعزز هذا الموضوع احتمال إساءة تطبيق العدالة وانتهاك الحق في الحياة بشكل يصعب إصلاحه. إذن مشاهدينا الكرام، نخرج هنا بنقطة مهمة للغاية، أن المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان غير معترفة بنزاهة القضاء في العراق، دائما ما قيمته على أنه قضاء فاسد، قضاء محطم كما ذكرت Human Rights Watch. كيف يتعامل هذا القضاء بموضوعية ونزاهة ومصداقية عندما ينفذ أحكام الإعدام أو عندما ينفذ أي حكم على أي قضية موجودة في العراق، سواء كانت إعدام أم غيرها، إن كان هو قضاء مشكوك بنزاهته ومشكوك بمصداقيته؟ معنا اتصال سيد منتظر من البصرة، تفضل. أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ. طبعا بداية أحييكم وأحيي قناة الرافدين على طرح هذه المواضيع اللي تلامس حياة المواطن. طبعا مسألة يعني تأخير إعدام الإرهابيين الموجودين في السجون العراقية، أعتقد تقصرها جهات سياسية لا تريد خير العراق أو مستفيدة من هؤلاء الإرهابيين. ما أعرف شنو الفائدة من بقاء هؤلاء الإرهابيين والصرف عليهم داخل السجون العراقية، يعني شيء مستغرب فعلا، بينما أكو أحكام جنائية يعني يشارعون بإعدامهم، ولكن الإرهاب اللي أكثر هناك تحكيم على الموضوع. سيد منتظر، منظمة Human Rights Watch وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان وتعترف مثلها مثل أي طرف آخر حول العالم بإرهابية التنظيمات التي دخلت إلى العراق، ولكنها عندما تابعت قضايا عن تنفيذ حكم إعدام ميداني ضد عناصر من التنظيم وغيرها من مدنيين كثر نفذت بهم هذه الأحكام في وقت سابق، جاءت طبعا على أسس طائفية وكذا، لم ترضى هذه المنظمة على الرغم من أن الطرف هذا تصنفه طرفا إرهابيا وهو تنظيم الدولة، ومع ذلك هي لم ترضى أن تنفذ أحكام الإعدام بهذه الطريقة الوحشية الهمجية بخرق واضح لحقوق الإنسان وللقانون. كيف يمكن أن نتابع هذه الإعدامات التي تنفذ في العراق بشكل غير قانوني، إعدامات ميدانية وغيرها؟ طبعا هذا الموضوع وهذا المعيار اللي المنظمات الدوليه تحكم به فقط مع العراق، يعني اذا تحكم فقط مع العراق هذا ياتي نتيجه ضعف الدبلوماسيه العراقيه وضعف الحكومه العراقيه بالتعامل مع يعني المنظمات الدوليه ومع المجتمع الدولي. اذا تلاحظ في حالات مشابهه في ليبيا وفي بلدان اخرى يتم اعدام، حتى في السعوديه يتم اعدام
حتى وان كانوا غير ارهابيين، يتم اعدامهم في الشارع وعلنوا يتم تصويرهم، حتى في ايران، حتى في بلدان اخرى يعني تعاني من الارهاب او قضايا اغتصاب وما الى ذلك. طيب برايك انت لماذا في العراق بشكل خاص؟ ذكرتها في البداية، هو بسبب ضعف الدبلوماسية العراقية وضعف الحكومة العراقية يتعامل مع العراق في هذه سيد منتظر بس يعني أفهم الدبلوماسية العراقية. سيد منتظر، ما علاقة الدبلوماسية العراقية بمنظمة حقوقية؟ هذه المنظمة معنية بتوثيق الجرائم التي تحدث، بتوثيق الانتهاكات، بتوثيق الخروقات، إن كانت معنية بحقوق الإنسان أم بالقضاء؟ هناك تمثيل عراقي في كل المؤتمرات والندوات التي تخرج خارج العراق، الدبلوماسية هو تمثل الوجه الخارجي للعراق، تعكس رؤية يعني طرح الجرائم اللي جاي يعني الإرهاب يعملها في العراق، من الممكن أن طرحها على هذه المنظمات تكونون على دراية كافية، ولكن العراق بعيد عن هذه المنظمات بشكل أو بآخر. وهناك طيب ما نظام بشار الأسد لا يعترف بجرائمه ولكن العالم يشهد بهذه الجرائم، يعني أيضا تمثيل دبلوماسي. نعم ممكن، يعني ممكن إحنا نلاحظ ما حصل مع في الأردن مع الكساسة، يعني كان هناك حرق لطيار أردني، في نفس الوقت تم إعدام مجموعة كبيرة من الإرهابيين، وتم تسيير طائرات إلى الرقة السورية وضربها، وريح الشواء جثث الإرهابيين بقيت لمدة أسبوع في الرقة السورية. أنا عندي سؤال سيد منتظر لحضرتك، هل تعتقد سيد منتظر هل تعتقد أن تنفيذ أحكام الإعدام التي تأتي بعد قضايا معينة تحدث في العراق كقضية الاختطاف التي نفذت بحق 6 أشخاص على طريق بغداد كركوك، أو قضية سبايكر التي نفذت بعدها أحكام إعدام، أو قضايا أخرى عندما هدد أوس الخفاجي زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس باقتحام سجن الحوت وتنفيذ أحكام الإعدام وبعدها مباشرة نفذت الأحكام، هل تعتقد بأن ما ينفذ في العراق هو ثأر أو نوع من أنواع الثأر بحق قضايا قتلى يذهبون لأطراف الميليشيات أو أم لغيرهم؟ لا، هناك طبعا تشكيك في تنفيذ أحكام الإعدام لحد الآن، حتى وإن كانت هناك صور، هناك في شارع العراق تشكيك في تنفيذ أحكام الإعدام، لماذا لا يتم توثيقها ممكن فيديويا وإنهم إرهابيين؟ ومن السهولة كل البلدان جاي توثق هذه الجرائم، وذكرت لك أمثال مثل ما موجود، أما قضية يعني نقول المسلحين الموجودين بالعراق، هذه نتيجة طبيعية عندما يفقد شهداء كثر بعض المنظمات أو بعض المنظمات حل الشعبي اللي تقاتل وتشوف اللي قتلوا أبنائهم هم موجودين بالسجون، فطبيعة التهديد موجودة، خوف الحكومة العراقية يعني من هذه اقتحام السجون وثورة شاذة يتم إعدام عدد بسيط، هذا وين صح هناك إعدام؟ ربما هي جوبة إعلامية لتهدئة الشارع، يعني هل نتفق أم نختلف؟ الإرهابيين موجودين بالسجون. سيد منتظر، هل نتفق أم نختلف أن قضية السبايكر بالتحديد هي قضية متورط بها أولا نوري المالكي بحسب أصابع الاتهام الكثيرة التي وجهت له، يعني حتى متنظيم الدولة، يعني نور وإن كان تنظيم الدولة هو من فعلها ولكن نوري المالكي أرسلهم إلى مقتلهم، وغيرها من قضايا أخرى متعلقة بهلاك المدنيين وهلاك أرواح كثير من الناس كقضية الموصل، أكبر دليل وإثبات على يعني حرق لهؤلاء الناس، بعد ذلك تبعت الأحداث. طبعا السؤال لماذا يلقى فقط باللائمة على أطراف هي مصنفة إرهابية حول العالم ولكن لا يحاسب ولا يعاقب الطرف الحقيقي المسؤول عن عمليات الإعدام التي نراها الآن، القانون الموجود أو الشخصيات السياسية التي شاركت بهذه الجرائم التي شاركت بعملية سبايكر؟ نور المالكي أهل سبايكر أو أهل الضحايا هم الذين يقولون بأن نور المالكي هو السبب، فلماذا لا يحاسب ولا يعاقب؟ نعم طبعا انا ذكرت لك البدايه، نرجع النقطه المفصليه والاولى وهي مشكله العراق هو ضعف الحكومه العراقيه والمحاضات الموجوده بين الكتل السياسيه سواء نور المالكي وغيره، قائد العام القوات المسلحه يتحمل مسؤوليه كل جندي يستشهد وكل قطعات عسكريه تحاصر يتحمل مسؤوليته سواء نور المالكي او سواء حيدر العباد. طيب. لماذا لا يتم محاسبه هؤلاء القاده العسكريين لحد الان من 2014 لحد الان؟ هو بسبب محاضرات بين الكتل السياسيه بيناتهم، يتم تشكيل لجنه داخل مجلس النواب، هذه داخل مجلس النواب فيها اعضاء من دوله القانون اللي رئيسه نور المالكي، وبها اعضاء من حزب الكربول، وبها اعضاء من التحالف الاسلامي، والجميع متورط، جميع
دماء الشهداء في الصيكرة الجميع متورط، من القائد العام للقوات المسلحة إلى وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية إلى جميع السياسيين. يعني لماذا يتم التباكي إلا بعد أن تقع المصيبة؟ يعني ما وقع بالسبايكر، وإن كان عنهم بعد ما تم يعني بناء هذه المعسكرات في مناطق خطرة، يعني الكل يتحمل المسؤولية برأيي وليس بشخص واحد. نعم، شكرا جزيلا سيد منتظر من البصرة، شكرا للمشاركة. طبعا لدينا رسالة نقرأها في عجالة مشاهدينا الكرام. يقول أحد المشاركين: أين العدل الإلهي في هذه الإعدامات؟ لعنة الله على كل إرهابي وخائن للوطن، لكن أي زمن هذا لقاتل وسارق ومسؤول عن قتل آلاف الأبرياء وسرق أموال وقوت الشعب الآن مسؤول بالحكومة والملفات الإجرامية موجودة بالجملة. أي شعب وأي بلد وأي دين وأي تجار دين هؤلاء لا يخافون الله والرسول ولا يستحون من آل البيت؟ هل هذا بلد؟ هذه رسالة كانت طبعا من أحد المشاركين. إذن مشاهدينا الكرام، طبعا الإعدامات التي تنفذ بالعراق، المنظمات الدولية تعترف ببعدها عن المصداقية وبعدها عن الاستقلال، القضاء تحديدا، وبالتالي هي طبعا قضايا مشكوك بقرارات القضاء فيها، وغير جائزة أن تنفذ بهذا الشكل في بلد كالعراق، بلد غير مستقر لا أمنيا ولا اقتصاديا ولا عسكريا ولا قضائيا ولا سياسيا. كيف يمكن أن تنفذ به أي أحكام بشكل عادل وبشكل مستقل؟ هذا هو السؤال. معنا اتصال. سيد أبو عمر من السليمانية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو عمر. الله يحييك الله يحييك. استغرب ان الدنيا بالعراق صاروا حجه للقتل. الرعي والجاي يقتل بيهم. لانه ما عندهم احد يدافع عنهم الا الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى اذنهم بحرب ان شاء الله هي قريبه على ما تفلت. هم على كل جماهيرهم واتباعهم وانصارهم وحبايبهم. نعم. هم من يجي يقتل يعدم 13 واحد، هم شنو قصده؟ يعدم 50 واحد 30 واحد شنو قصده؟ زين الصوت واضح صار واضح واضح، اسمعك ابو عمر تفضل كمل. الله يخليك. فمن يجي يعدم من يجي يرضي مثل ما يقول ذول اللي قتلوا ولدهم اللي بالتسجيرات في الخطر بالاعدامات اعدامات ما عندهم على طول، هم بنفسهم يعدمون الشيعه بالشوارع، ماكو ما يعدمون بالسجون. بالله العظيم يخطفوهم وهذا يقتلوهم ويقول لك هذول السنه، السنه من هو داعش؟ هسه انتهت بعد ماكو وهابيه وبعثيه وشغلات، يقول لك هذول داعش، وداعش هي حجه لقتل اهل السنه. لكن انا عندي نصيحه لاهل السنه، ترى دير بالكم الايام السود جايه، اسمعوها من عندي قسما بالله، هذا يقين، هذا مو علم الغيب. اسمعوها قد ما تقدرون اصلحوا، لا تبقون العراق كل الدولة. أبو عمر، لماذا نقود الموضوع بهذا الشكل؟ يعني حضرتك ترى بأن الإعدامات تنفذ فقط بالسنة، هل هذا منطق يعني يمكن أن نتحدث به الآن؟ نعم، أنت سمعت حجم عدم الشيعي، أنت سمعت من 2003 عدم الشيعي، لا شيعي عدمه، قل يا اسم ثلاثي رباعي المدينة مالت على شنو عدمه؟ على شنو عدمه؟ نعم. بس طلع لي إثبات واحد. زين، خلي يطلع واحد حاكم او قاضي يقول والله انا عدمت واحد من 2003 لحد الان. زين اعطيه انا هديه، والله اعطيه هديه له. زين بس اعطيني صدق، يجيب لي اسمه الرباحي، يجيب المدينه مالته، يجيب هذا، يصير قتل الشيعه، لكن هم الشيعه، سادات الشيعه هم يقتلوهم، مصالحهم السياسيه فوق كل شيء، يبيع امه وابوه. استاذ محمد اذا اقول لك على شغله واحده، تفضل 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 تفضل. أنا سنين وثلاثة التسجيل موجود بالحلقة. نعم. موجود. قلت لك هاي الميليشيات الإيرانية تقوم بها عمليات الخطب. هو طلع الأربعاء وأنت تخلي الخميس بنوم بالرافدين ولا ما قال اتصال ولا ما صار اتصال. أنت طلعت مقطع لحيدر العبادي. نعم. زي يقول نظرية عدو العدوي صديقي اللي يستخدمون. لا حيدر، لا تكذب على الناس. هو أنت تعرف فيها كل الجيل إيران تقوم بها. بس انت هذه تذكر استاذ محمد من كانوا يطلعون يقولون احنا نرفض رفض قاطعا ان يكون العراق
ممر او جسر للحرب ما بين امريكا صحيح وايران. صحيح صح له لا؟ نعم. حتى ايران تقول لك انا بيحاربني امريكا سياسيا واقتصاديا، حرب اقتصاديه عالميه حاليا، انا راح احرك اتباعي وانصاري وحبايبي بالعراق يموتون علي. نعم. يموتون علي، يضحون بحياتهم من اجلي، راح احركهم وخلي الحرب تستعمل داخل العراق. شكرا ابو عمر، وضحت الفكره، اشكرك حتى لا نتوسع بالموضوع. نذهب إلى فاصل قصير الآن مشاهدينا الكرام، بعد ذلك نعود لنكمل الحديث بهذا الملف. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا نكمل الحديث بقضية الإعدامات التي تنفذ بالعراق وملف المعتقلين الذين يعانون من فساد القضاء في العراق، وبالتالي تنفذ بحقهم أحكام إعدام بشكل ثأري كما وصفه كثير من المحللين. في عام 2013 تحديدا نفذت السلطات في العراق عقوبة الإعدام بحق 169 شخصا في الأقل خلال عام 2013، وهو أعلى رقم منذ دخول الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003. هذا الرقم في عام 2013 من تنفيذ أحكام الإعدام صنف العراق بالمرتبة الثالثة حول العالم كأكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام بعد الصين وإيران. العراق إذن متأثر بإيران بكل شيء، حتى بقضية تنفيذ أحكام الإعدام بهذا الشكل. طبعا هذا في عام واحد فقط. هيئة علماء المسلمين بتاريخ 16 من نوفمبر عام 2017 نشرت بيان على موقعها الرسمي، وكان عنوان البيان الإعدامات الجماعية، أو تقرير عفوا، الإعدامات الجماعية صفة العراق الجديد، وصفة العراق الجديد. ذكرت فيه طبعا جزء من ما ذكرته في هذا التقرير. في حلقة جديدة من مسلسل جرائم الإعدام الجماعية المستمرة أعلنت وزارة العدل الحالية بتاريخ 24 من نوفمبر عام 2017 أنها أعدمت 42 من المدنيين المعتقلين في سجن النصرية المركزي، من الذين تزعم الحكومة أنهم أعضاء في تنظيمي القاعدة والدولة، علما أن إصدار أحكام الإعدام بحق المعدومين استند إلى اعترافات انتزعت تحت التعذيب. هذا الكلام أكدته هيومن رايتس ووتش بتقريره الذي ذكرته في بداية الحلقة. طبعا لم يمنح المعتقلون فرصة للدفاع عن أنفسهم، وسنأتي بعد ذلك لنؤكد هذا الكلام فعلا، فضلا عن أن السلطات لم تنشر رسميا هوية الأشخاص الذين تم إعدامهم، ومن ثم لم يتسنى بعد التحقيق بشكل مستقل من عدد القتلى أو هويتهم. وقالت الوزارة التي تزعم أن المحاكم رأت أن المعتقلين مذنبون بالإرهاب الذين تكون عقوبته الإعدام في العراق، في بيان مقتضب تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق 42 إرهابيا بعد إدانتهم وصدور المراسيم الجمهورية الخاصة بهم. أيضا مشاهدينا الكرام، للتأكيد طبعا على هذا الموضوع، هيومن رايتس ووتش في تقريرها الذي نشرته في وقت سابق كما قلت لكم، في عام 2015 في شهر تموز خلال محكمة جماعية دامت ساعتين أدين 24 رجلا بتهمة المشاركة في مذبحة بعد اعترافات يزعمون أنهم أدلوا بها تحت التعذيب. طبعا نفس القضية، المعتقلون الذين عندما يتم عرضهم للقضاء باللحظة التي يعرضون بها إلى القضاء أو على القضاء، مجرد أن رأوا القاضي يدلون بالحقيقة. طبعا قضية الاعترافات التي أدلينا بها كانت تحت التعذيب، وكثير من الحالات التي عرضناها تثبت هذا الكلام، أنهم يحاولون أن يجدوا منفذ أو مخرج للحرية من هذا المعتقل ومن حكم الإعدام الجائر بحقهم، وبالتالي
يتحدثون عن عملية التعذيب التي يتعرضون لها طبعا في السجون، والأدلة موجودة على أجسادهم من التعذيب الذي يصل حتى القتل أو حد القتل في بعض الأحيان. معنا اتصال السيد أبو حسن من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك، الله يبارك فيك. أخي محمد، هذول لما يعدمون الناس هي بس هاي أم عمليات انتقام من الشارع. يعني أي واحد بالشارع 100% يقول أي شارع. فهذول عمليات انتقامية هم جاي ينتقمون من الشارع. على ليش ينتقم من الشعب؟ الشعب شو مسوي يا أبو حسن؟ يعني بس أريد أفهم الشعب بالعراق شو مسوي؟ أخي 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 الحرب على السنة مستمرة مستمرة. لا حد يقول لي عدين هم هذول يعني عندهم يعني عندهم فئة عن فئة، لا، الفئة هي الأولى السنة بيخطون بيهم. أي 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 تهمة جاهزة وقبل يقول لك أنا عدين. يعني هم شافوا ستة أخذوهم داعش، هم داعش مو منين؟ هم جابوهم. فكل أفلام هاي يعني من كتر ستة لما خطفوهم حتى يتدخلون من الناس وما بالسجن الشهدارة شعليهم، بس هم جايين غرض انتقام. نعم، شكرا جزيلا سيد أبو حسن. طبعا نقل رسالة من السيد مبروك من الإمارات، يقول أخي محمد ماضي حكومة بغداد في تنفيذ الأحكام أو في تنفيذ أحكام الإعدام الجائرة التي لم تبنى على أدلة حقيقية دامغة توجب تنفيذها، بل أن أغلب أحكام الإعدام مبنية على البشاية والمخبر السري، ومن ثم يقدم المعتقل للإعدام دون جلسات استئناف قضائية. ورغم مطالبات المنظمات والجهات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام في العراق، إلا أن الحكومة ووزارة العدل التابعة لها لم تعر أي اهتمام لتلك المطالب، حيث أقرت السلطات الحكومية الثلاثاء بتنفيذ حكم الإعدام من قبل وزارة العدل بحق 13 معتقل بينهم 11 شخصا وصفتهم بإرهابيين الذين أدينوا بجرائم عدة بحسب زعمها. وزارة العدل في بيان صدر عنها الثلاثاء قالت إن حكم الإعدام قد نفذ بحق 13 مدانا. طبعا الخبر ذكرناه في قناة الرافدين في وقت سابق. الموضوع مشاهدينا الكرام كما ذكرنا أن بعد أي حادث يحصل في العراق من قضية تحرج هذه السلطة الموجودة حاليا أو السلطات السابقة التي وجدت قبلها، تنفذ بعدها أحكام الإعدام لكي تخفف من الضغط الشعبي، من ضغط العوائل، عوائل الضحايا طبعا الذين يسقطون. هذا الكلام كما ذكره السيد أبو عمر من السليمانية محاولة لامتصاص الغضب، غضب الشارع بعملية تنفيذ أحكام الإعدام، ولكن هذه السلطة تنفذ هذه الأحكام على حساب طرف آخر، يعني لكي ترضي مكون معين تقوم بتنفيذ أحكام الإعدام بمكون آخر حتى تخفف من هذا الضغط، ولكنها تشعل بالمقابل طرفا آخر هو عنصر مهم من عناصر المجتمع العراقي. أيضا هذا الموضوع طبعا طرح بكثير من المقالات التي نشرت بهذا الخصوص، هل تنفذ أحكام الإعدام في العراق على أساس طبعا مهني أم على أساس طائفي ضد مكون معين؟ معنا اتصال أم علي من ديالة، تفضل يا أم علي. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحييك وحي قناتكم المشاهدة البطلة. حياك الله أم علي. أم علي أوقفي بمكان شوية بعيد عن الهواء، يعني ظاهر الهواء دي يأثر بالصوت. إن شاء الله. تمام. تفضل يا أم علي. الحي انت على مود المعدومين بالسجون الحكوميه. نعم. السجون هذه حرب جديده من طرف الحكومه الايرانيه، ما اسميها عراقيه. بان راح يسوون من جديد الناب حرب طائفيا سنه وشيعه. وهي الحكومة نفسيتها وميليشياتها تخطف بالشيعة لا حتى تبلغ السنة بها وتسويها طائفية من جديد. اها نعم. واللي سبب ويتحمل المسؤولية المعتقلين والمخطوفين الحكومة الإيرانية. ليش أم علي الحكومة تريد تشعل الفتنة الطائفية من جديد؟
لان من مصالحهم هذه. نعم. اللي مستفادين بيها من طرف ايران. نعم. لان احنا حكومتنا مو حكومه عراقيه، حكومه ايرانيه. وهذا اللي شيء هم اللي ما يحلون اللي المعتقل يطلعوه من سجونه ولا يبروه من حكمه. نعم. خفوا الناس لحتى يسوون طائفيه جديده بحساب على مود المكاسب مالتهم والمصالح مالتهم. وهذا نعم. حال العراقيين راح يصير، بس هو اذا تريد ترجع، اذا تريد ترجع على السبب بينا احنا العراقيين والصوت بينا. تقصدين سبب البلاء نعم. اللي العراق مبتلي به؟ نعم نعم اخي انت، لان احنا اللي الصوت بينا، احنا اللي ساكتين كل هذا الوقت للحكومه ولهذا العمل كليته الاجرامي، ويقتلون بينا ويذبحون بينا، وبالمعتقلين يقتلون ويخطفون، وبالسنه يقتلون وبالشيعه يقتلون، ومن سبب مصالحهم هم. نعم أم علي، أنا أشكرك أم علي، كلام مهم جدا طبعا من السيدة أم علي. مشاهدينا الكرام، طرحت موضوع في غاية الأهمية، وهو قضية ما يحدث الآن هو ربما قد يكون محاولة لإشعال الفتنة الطائفية من جديد. السبب في ذلك بحسب ما يعني أعتقد، وكذلك بحسب ما تابع كثير من الناس طبعا هذه القضية، العراق بالآونة الأخيرة بدأ المجتمع يلتحم أكثر وأكثر، خاصة في ظل البلاء الذي وقع على الجميع الآن. إن كان البلاء الذي وقع على المحافظات الغربية من دمار وخراب كانت سببه السلطة الموجودة في العراق، أو المعاناة التي يعانيها ابن الوسط والجنوب من الفقر ومن الخدمات ونقصها ومن المعاناة ومن نقص المياه الآن بعد الجفاف وأزمة الكهرباء وأزمة أجلكم الله الزبالة الموجودة الآن والنفط وغيرها، طبعا بالإضافة إلى خدمات كثيرة أخرى يعاني منها المواطن في الوسط والجنوب. هذا الموضوع جعل المواطن العراقي يلتحم فيما بينه طبعا كمجتمع على قضية واحدة، وهي قضية أن هذه الحكومة يجب أن ترحل. ولذلك جاءت هذه، ربما طبعا نتحدث نحن جدلا وفرضا، ولكن هناك من يرجح هذا الرأي. ما يفعل الآن من قبل السلطة الموجودة حاليا في العراق عن طريق ميليشياتها وأدواتها طبعا كما ذكرت السيدة أم علي من ديالة، هي محاولة لإشعال الفتنة الطائفية من جديد. قضية المخطوفين على طريق بغداد كركوك روج لها بأنهم شيعة أعدموا على أيدي السنة، ولكن في الواقع هم ستة أشخاص، ثلاثة كانوا من محافظة كربلاء وثلاثة كانوا من محافظات من محافظة الأنبار وواحد من الغزالية، اثنين من الأنبار وواحد من الغزالية وسنة طبعا، وهذا الموضوع ذكرته قنوات فضائية غيري. إذن هناك محاولة لإشعال الشارع العراقي بفتنة طائفية جديدة من أجل أن يفكك هذا الالتحام العراقي الآن والتوحد على كلمة واحدة، وهي إزالة هذه السلطة الموجودة بسبب ما يحدث من مآسي الآن في العراق. فربما، ولذلك ننبه أخواننا العراقيين بأن ينتبهوا إلى هذه المحاولات ويركزوا على التجارب السابقة، طبعا يتذكروا التجارب التي حدثت سابقا من عام 2005 وحتى 2007. هذا البلاء الذي عاشه العراقيون من حرب طائفية مقيتة ذهب على أثرها الآلاف. معنا اتصال. سيد أبو علي من كربلاء، تفضل. السلام عليكم عمي، الله يسر عليكم، الله يحفظكم جميعا. حياك الله ابو علي. طبعا اسمح لي شويه، يعني ما اقدر اني كل شيء احكي، بس يعني احاول بايجاز. تفضل. اسمح لي، طبعا هاي دوله مشاكل، ونرجع شوي للتاريخ ونحكي هسه. كانوا بالخصوص المالكي والشيعه من لزموا الحكم، قالوا اخذناها منهم، يعني السنه، في حين صدام حسين رجل ما كان طائفي. ما كان طائفي ولا يحكم باسم السنة، فكل ما يحشو احنا لازم اخذنا منهم ويريد ياخذونا من عندنا، ودير بالكم وراح يجون عليكم. كل هاي اللعبة هي يعني هاي الدولة الامريكية، احنا ما نقول، احنا ما نقول كل الموجودين ابرياء، احنا نكيف كل، يعني القانون يطبق على الكل. نعم. المالكي لما راحت من عند الموصل، لو انا احكي للشيعه، انا كشيعي، لو كان رئيس الوزراء سني وكان رئيس الوزراء وقائد القوات المسلحه ووزير الداخليه ووزير الدفاع
والخزينه انفجاريه. لو كان سني احنا ما قلنا سلمها الربعه يا شيعه، ما نقول احنا سلمها الربعه. اثنين هذول اللي كانوا بسبايكر كلهم منين؟ من رمؤثة، من الديوانيه، نعم، من السماوه، من البشقاب، المناطق الشيعيه الفقيريه المتبهذلين هناك، ليش وداهم؟ نعم. دائما ذولا يدورون. وبنفس هالسدانه كل الدوله، انا كنت اشتغل بالدوله اعرف، دوله طائفيه بدياب. يعني راح اعطيك مصداق، لما ظهروا للفلوجه قالوا لهم عنده قبل ان تنهون. لما ظهروا حي المعامل او ظهرت الحسينيه في بغداد راسا، ودوا عليهم رئيس الوزراء وسوى اللقاء ولبوا مطالبهم. اليوم السني ما يقدر يظهر، راسا يقولوا له ارهابي ويقتلوك. نعم. انا اسال سؤال، اللي يستورد مواد مسرطنه ويقتل بالشعب او الدواء هذا، ليش ما تجعله ارهابي؟ لان ربعهم يمشوا له هاي الامور. حتى اللي ظلم وجرم نمشي له. 45 اردني لزمهم يفجرون بالمحافظات، خلوهم بالسجن وجامل او الاردن وودوهم، يعني هم يقولون ارهابيين. 29 سعودي راح وداهم عمار الحكيم. انت لو على الكل لو على لا، بالحقيقه بيني ما بين الله، الحقيقه بيني ما بين الله، السني بأي بس اي جريمه يرتكبها هو مجرم 100% ويستاهل الاعدام. يعني هاي مصيبه مصيبه. انا ما ارد اقول بس يريدون يسوون تفرقه، انا كشيعة لازم ادافع عن السني، والعرب يكون يدافع عن 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 الكردي. احنا بلد مو بس هاي، مو بس الحديث، الاسايش هم يقتل، البيشمركه هم يقتل، كل انسان طائفي داعش هم يقتل. زين لما راحت الموصل وداعش وكذا سوى ما سوى، ليش هم ما كانوا يدرون؟ كان الهاشمي طارق الهاشمي كان يزور المعتقلين وينفذ كربتهم، سوى له لعبه وقالوا انت كذا لازم تلحقهم خطيه شرد وعاف العراق بعين وطني. يا عمي احنا لا ما نفكر، شوف راح تقول يعني ترى ترجع وترجع على راسنا. انت لا تفكرون يا شيعه انتم بامان. إذا منطقة بالعراق، أنا ابن كربلاء، إذا منطقة بالعراق ما بتستقر ترى كل العراق بيستقر. والله ترى الدير، والله الليالي دائرة هاي ترى الدنيا، فكر بالعراق. أشكرك أبو علي، أنا أشكرك شكرا جزيلا، أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون، ولكن كلام جميل جدا وكلام يجب أن نقف عنده كثيرا حقيقة. ما قاله السيد أبو علي من كربلاء وهي قضية في غاية الأهمية. القانون إن كان هو قانونا نزيها وقرارات نزيهة تطبق في العراق، فلماذا لا يطبق هذا القانون على الجميع؟ لماذا يطبق على ناس وناس لا؟ وسنتحدث بهذا الموضوع بعد قليل. معنا السيد مصطفى من مصر، تفضل. أيوة، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله سيد مصطفى، تفضل. أهلا وسهلا. قد نتصل مع السيد مصطفى للأسف الشديد. هل تذكرون مشاهدينا الكرام الطفل الذي حكم بالسجن لأنه سرق علبة مناديل من أحد المحال التجارية في العراق؟ طفل حكم بالسجن لأنه قام بهذا العمل وهو كيس مناديل صغير، ولكن ما سرق من العراقي من مليارات وما نهب من هذا البلد من أموال طائلة كان بإمكانها أن تعمر دولا أخرى وليس العراق فقط. هؤلاء حاليا موجودون في السلطة. التهم الكثيرة التي وجهت لنور المالكي عفوا حتى هذه اللحظة لم يعرض إلى قاضي أو لم يدخل حتى السجن، في البرلمان لم يحقق معه بأي قضية، وما زال هو نائب رئيس الجمهورية حاليا حتى تشكل الحكومة الجديدة، وبوضعه نفس الوضع. القانون في العراق لا يطبق على الجميع، وإلا لشاهدنا من اتهم بالفساد في العراق داخل السجون الآن، لشاهدنا الشخصيات التي شابت حولها تهم الفساد وهناك أدلة على فسادها وإجرامها، لشفناهم ولا رأيناهم في السجون والمعتقلات الآن. ولكن القانون في العراق يطبق على الضعيف، يطبق على من ليس لديه سند، يطبق على كبش الفداء. هؤلاء الذين نراهم في المعتقلات هم كبش فداء. معنا اتصال. محمد من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اخي انا جاي اسمعك على البرنامج وياك. تفضل حياك الله. اخي بس اقول لك شغله واحده.
تفضل. اقول لك شغله واحده، عداله ماكو بالعراق. نعم. كل عداله ماكو بالعراق. انا احكي وياك انسان شيعي. نعم. عندك واسطه تمشي، ما عندك واسطه ما تمشي. المعتقل اليوم اللي عنده واسطه يطلع، ما عنده واسطه يبقى مظلوم. او هاي لمتى احنا نبقى هيك؟ طيب انت تشوف فلان حزب وفلان حزب يتحكم بيك وفلان حزب يتحكم بيك. سيد محمد، ام علي من دياله طرحت موضوع مهم، قالت بانه اللي دا يصير حاليا بالعراق من قضيه الاعدامات اللي دا تنفذ وقضيه الترويج، انه اللي قتل اهل سبايكر واللي قتل المخطوفين على طريق بغداد كركوك وغيرها من الحوادث السنه، فتنفذ بالسنه حكم الاعدام عن طريق الميليشيات المحسوبه على الشيعه. هناك محاوله لاشعال فتنه طائفيه بالعراق سيد محمد، شلون بدك تشوف هذا الموضوع؟ منطقه القاعد بيها، منطقه القاعد بيها، يعني منطقه القاعد بيها اخوان سنه وشيعه ناكل سوا ونشرب سوا فواتحنا سوا واعراسنا سوا ومناسباتنا سوا. السني يطيح قبلي وانا اطيح قبل السني، ما شو فرق، بس هي يا اخي من فوق، هي هاي الناس اللي ما تخاف من الله، اللي تدور سلطه، اللي ما تدور يعني المرضات الله، تدور الحكم، تحب بس نفسها، ما تفكر بالفقير، ماكو عداله بالمجتمع، ماكو عداله بالعراق، يا اخي والله ملينا، ملينا. كان الله بالعون سيدنا. يعني منو كان يقول سني ومن يقول شيعي؟ انا خواتي عد السنه وماخذ من السنه. من يقول سني ومن يقول شيعي؟ هسه صارت هاي. صحيح. اشكرك سيد محمد، اعتذر منك، الوقت شارف على الانتهاء. سيد محمد من بغداد شكرا جزيلا لك، يقول كل شيء بالعراق يمشي بالواسطه. اذا عندك سند تخرج من المعتقل، اذا عندك سند تخرج من اي قضيه، والدليل بانه الحصانه تخرج المسؤول من المعتقل وتخرج المسؤول من السجن، بل حتى لا يرى هذا السجن ولا يرى هذا المعتقل ولا يعلم اين يكون في اي مكان في العراق، لان الحصانه تمنع اي احد من لمسه، بالاضافه الى طبعا حمايه المسؤول عن طريق الائتلافات، عن طريق التحالفات، عن طريق الدول الداعمه. وبالتالي هم مثل الكهرباء لا يمكن ان يلمسوا في العراق حاليا بسبب وجود قضاء غير عادل، قضاء غير نزيه، قضاء رضى بان يحكم على طفل صغير مد يده ليسرق علبه مناديل، ورفض ان يحكم على شخص سرق مليارات الدولارات كنور المالكي او غيره من الشخصيات. السيد ابو ناصر من تركيا تفضل. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حيا حضرتك وقناه الرافدين. اخوي العزيز، نعم. بالعراق حاليا اي سني هو يعتبر ارهابي من قبل الحكومه. ولهذا تلقي الاعدامات مستمره، وبالعراق ماكو قضاء نزيه. ولهذا طيب ابو ناصر، ليش ما نصيغها ليش ما نصيغها بشكل افضل؟ لانه دا يصير الموضوع وكانه دا ندخل باطار طائفي. المواطن العراقي الذي يعترض على السلطه، انا اسالك سؤال يا سيد ابو ناصر، المواطن العراقي مهما كان من اي طرف ومهما كان من اي محافظه، اذا اعترض على السلطه واذا اعترض على الوجود الايراني ووجود الميليشيات في العراق، ماذا يصنف بنظر الدوله؟ استاذ محمد، اي شخص بالعراق يرفع صوته وينتقد الحكومه وينتقد المسؤولين الموجودين هو معرض للاعتقال. تمام. واحتمال الحكم عليه بالاعدام. والمشكله كل هذا والشعب ساكت، وما دام ساكت الحكومه تزداد باجرامها. هو لو اكو قضاء عادل بالعراق استاذ محمد كان قدمه نور المالكي المحاكمه اللي سبب مقتل اكثر من 1700 شخص بسبايكر. صحيح. ولو اكو قضاء عادل كان قدمه الميليشيات اللي اعدموا المئات من الابرياء. باي دوله من دول العالم يروح قاضي للسجن ويحكم على اشخاص بالاعدام بدون اي محاكمه عادله وبدون اي دفاع من قبل اي محامي؟ نعم. هي دولة مجرمة ومعروفة بإجرامها وكل العالم يعرف هذا الشيء. أكثر الإعدامات أستاذ محمد اللي جرت بالعراق هي جرت بشكل ثأري، يعني يعتبر زمرة سلطت على رقابنا منهجهم الرئيسي هو إراقة الدم. هاي الإعدامات قامت بها الميليشيات المجرمة اللي أعدمت مئات الأشخاص، من اللي حاسبهم؟ من قدمهم للقضاء؟ سيد أبو ناصر سؤال. نعم. في القانون، وانا لست خبيرا في القانون، ولكنها جمله شهيره جدا، الاعتراف سيد الادله. عندما يخرج مسؤول سياسي على الهواء مباشره، نائب برلماني، يقول بانه انا سرقت وانا ارتشيت، اتركك من التهم الاخرى التي وجهها الى بقيه النواب. عندما يعترف بعظمه لسانه انه سرق وارتشى
وأخذ أموال من هنا وهناك لكي يتستر على قضايا وفساد، ونراه حتى هذه اللحظة موجود في البرلمان والسلطة، ماذا يعني هذا؟ هي هل الزواجية بالتعامل مع المواطن العراقي أستاذ محمد؟ يعني هو بصفة نائب يسرق ويقتل ويخطف بدون ما أحد يتعرض له وبدون ما أحد يحاسبه وبدون ما أحد يقدمه للمحاكمة، والدليل المالكي اللي أهدر أكثر من 1,000 مليار دولار شنو اللي قد سووه له إياه؟ ليش ما قدموه للمحاكمة؟ شنو معناها هو ذاك اللي حد هسه رئيس نائب رئيس جمهورية؟ وشنو معناها ذاك اليوم طلع ويقول إذا ما الانتخابات صارت من صالحنا، هو طبعا مثل ما نقول راح تكون حرب طائفية بالعراق، هم مهيئين لحرب طائفية بالعراق أستاذ محمد. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد أبو ناصر، أعتذر منك الوقت شارف على الانتهاء، لدينا مشاركين نود أن نقرأ رسائلهم مشاهدين الكرام لكي نعطي طبعا الحق لهؤلاء. طبعا أبو قاسم من فلسطين يقول الإعدامات الجماعية تأتي بشكل طبيعي تتم لأعمال الإجرام التي تقوم بها حكومات الاحتلال بضغط دولي من أسيادهم من الأمريكان والتحالف. أيضا لدينا مشاركة أخرى يقول أحد المشاركين أو تقول: السلام عليكم أخي، دائما نناشد أخواننا الشيعة بالثورة على الحكومة الفاسدة، لكن أغلبهم راضين على الحكومة، أقترح بإقامة دولة سنية للحفاظ على أرواح أبنائنا. طبعا قرأت الرسالة لأنه من حقي أن أقرأ رسالة لمن شارك، ولكن هذا الطرح بذاته هو طرح مرفوض تماما، طرح التقسيم وطرح الانفصال وطرح التجزئة، تجزئة هذه الدولة، والشيعة شاركونا وقالوا رأيهم، هاجموا هذه السلطة وهاجموا من معها، وملايين العراقيين في الجنوب والوسط هم لا يريدون هذه السلطة أن تبقى في هذا البلد، ولكن هناك من هو يستطيع طبعا أن يشتري ذمم في العراق من المسؤولين، وبالتالي هناك من يبيع أيضا ذمته لهذا المسؤول. نقرأ رسالة أخرى: حيدر العبادي ونور المالكي وإبراهيم الجعفري، من السيدة أم علي طبعا، وإبراهيم الجعفري: واحد خلى الميليشيات تقتل الناس والأبرياء، ونور المالكي دخل داعش ونهب البلد عن بكرة أبيها وقتل الناس الأبرياء، وحيدر العبادي دمر الموصل وأهل الموصل بسرعة حتى يرجع رئيس الوزراء وينتخبوه، والآن يعدمون الناس الأبرياء في السجن، ووياء فؤاد معصوم وقع على الإعدامات وهو مجرم أيضا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على ميليشياتهم. أحد المشاركين اتصل أكثر من مرة كاتصال هاتفي، ونحن نكرر مشاهدين الكرام، خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين للرسائل النصية فقط وليست للاتصالات الهاتفية، لا نستطيع استقبال الاتصالات مهما حاولت، لأن البرنامج لا يعمل بهذا الشكل. يقول أيضا: ولكنه أرسل رسالة نصية، يقول: عدالة ماكو بالعراقي والله، إذا عندك واسطة تقدر تخلص نفسك، إذا ما عندك واسطة ما تقدر، فهمت أخي العزيز؟ طيب قرأنا جميع الرسائل. في الختام أنا أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.